بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 48. وإن زوج أمته العبد الصغير جاز أن يتولى طاعتها. يتولى طاعتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من مسائل الولي النكاح، من شروط صحة النكاح أن يكون بولي يعقد على المرأة، لأن المرأة لا يجوز ولا يصح أن تزوج نفسها، بل لا بد من ولي يعقد لها النكاح كما سبق. وولي المملوك سيده، فإذا كان عنده أمة يملكها فإنه ولي لها يعقد النكاح عليها. فلو كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرفي العقد فيزوج مملوكه من مملوكته، لأنه ولي للاثنين فيعقد لهما، فيكون وليا للزوجة وولي أيضا للزوج لأنه مالك لهما. نعم. والمولى ها والمولى والمولى وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والكاحل إذا أذنت له في نكاحها، لحديث عبد الرحمن بن عوف. وكذلك يتولى طرفي العقد ولي المرأة، فإذا رغب في ابنة عمه مثلا وهو وليها جاز أن يعقد لها على نفسه، بشرط أن تأذن له بذلك، لأنه لا بد من استئذانه أخذ إذنها، فيعقد عليها لنفسه. وكذلك المولى وهو المعتق يتولى طرفي العقد. نعم. مسألة. وإذا قال لعمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك في حرة حياتين ثبت العتق والنكاح، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. إذا كان عنده مملوكة له فقال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صار هذا اللفظ عتقا ونكاحا بنفس الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، فإن صفية أخذت مع السبي، صفية أخذت مع السبي لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واستولى عليها وسبوا النساء، كان من جملة السبي صفية بنت حيي، وكانت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فصارت من أمهات المؤمنين، صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مثل هذا الأمر. نعم. وإذا
قصر ونسجين تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم لأنه عقد على مناكرهم فما أثروا في إجراءهم لأنه عقد على مناكرهم فما أثروا في إجراءهم لأنه عقد على مناكرهم فما أثروا في إجراءهم. نعم، السيد الذي هو المالك يكون وليا لمماليكه فيزوجهم، والدليل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، الصالحين من عبادكم أي من مماليككم، فخاطب السادة أن يزوجوا عبيدهم، فدل على أن السيد يكون وليا لمملوكه فيزوج عبده ويزوج أمته ولو لم يرضوا، لأنه مالك لهم، مالك لمنافعهم، والبضع من جملة المنافع فهو مالك له. نعم. مسألة، وله تزويج أمة موليتها. نعم. وله تزويج أمة موليتها بإذن سيدتها، لأن المرأة لا تملك النكاح لو كان لموليته، يعني بنته مثلا أو أخته إذا كان وليا عليها، إذا كان لموليته الحرة كأخته وبنته وبنت عمه أو بنت أخيه، وهذه المولية لها مملوكة، فإنه يملك عقد نكاحها، لأنه إذا كان وليا على سيدتها فإنه يكون ولياً على مملوكتها من باب أولى. نعم، لأن سيدتها ليس لها ولاية عليها بعقد النكاح، لا تعقد لها النكاح، لأن المرأة لا تعقد لنفسها فلا تعقد لغيرها. نعم. لأن المرأة لا تعقد النكاح فقام وليها مقامها في قيام ولي الصغيرة مقامها في الحقوق التي هو وليها فيها. مسألة، يعني ولي الصغير يكون نائبا عنه في عقد العقود، وهذا ولي لهذه المرأة فينوب عنها في العقد على مملوكتها. نعم. مسألة، ولا يملك إجبار عبد البالغ على النكاح لأنه مخلف يعني أن العبد إذا كان صغيرا فلوليه أن يزوجه ولو لم يأذن بذلك، لأن الصغير ليس له إذن، أما إن كان بالغا فلا بد من إذنه، لأن النكاح حق له فلا يجبر عليه إلا بإذنه كالحر. الحر يعني الأب له أن يزوج ابنه الصغير وليس له إذن، أما البالغ فليس له أن يزوجه إلا بإذنه، فكذلك المملوك ليس لسيده أن يزوجه إلا بإذنه، لأن النكاح حق له. نعم. فهو عاهد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عهد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهد، ولأن على السيد ضرر في ذلك لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة. نعم، إذا تزوج المملوك بغير إذن سيده فإن العقد باطل، ويعتبر هذا عهرا، يعني يعتبر زنا، لأنه عقد باطل، فالوطء به وطء بغير حق. ولأن تزوج العبد بدون إذن سيده يكلف السيد مهرا ويأخذ من وقت العبد وهو ملك للسيد، فيكون على السيد في ذلك ضرر، فلا يجوز إلا بإذنه ورضاه.
نعم. مسألة إن دخل بها سمحها في رغبته كجنايته إلا أن يفتيه سيده بأقل من قيمته أمره ثم يقتل في جنايته. إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فعرفنا أنه نكاح باطل، لكن لو دخل بها ووطئها فإنها يتقرر لها المهر بما استحل من فرجها، ويكون برقبة العبد كالجناية، كما لو جنى العبد فإن الجناية تكون برقبته، فيفديه سيده إما بقيمته أو بأرش الجناية بأقلهما، الأقل منهما يفديه سيده بأقلهما، فإن أبى السيد فإنه يباع العبد ويدفع من قيمته المهر، لأن هذه تعتبر مثل الجناية، تعلق به حق الغير، وهو حق هذه المرأة التي دخل بها تعلق به حقه. نعم. لو تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، والحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا بشروط، إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني أن يخاف على نفسه من العنت، يعني من الزنا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج الأمة دفعا للضرر. أما القادر على المهر فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة، لأن هذا وسيلة لاسترقاق أولاده، لأن الأولاد تبع لأمهم، الحرية والرق فيه ضرر عليه، فإذا تبين أنها حرة فإن النكاح يكون غير صحيح، فإن كان قبل الدخول فليس لها مهر، وإن كان لم يتبين له إلا بعد الدخول فإنه يتقرر لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع به على من غره، يرجع به على من غره. والدليل على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بهذين الشرطين قوله تعالى: من لم يجد ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. فذكر الشرط الأول بقوله: فمن لم يستطع منكم طولا، أي المهر، وذكر الشرط الثاني بقوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم. مسألة: وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. وإن أولدها فولدها حر بغير خلاف، لأنه اعتقد حريته فكان حرا، كما لو اشترى آلة يظنها ملكا لبائعها فبالت مخصوصة بعد أن أولدها. إذا ولدت منه فولده حر، ما دام أنه لم يعلم أنها أمة فولده يكون حرا، لأنه لم يرضى بنكاح أمة وإنما نكح على أنها حرة، فيكون ولده منها حرا. أما لو كان عالما أنها أمة عند العقد فإن ولده يكون رقيقا، لأنه تبع لأمه. نعم. لقوله عليه السلام: من اعتق شركا في عبد
لا من دراهم أمثال فيجد وماله بقيمته كما نفع. وعنه يكفيهم بمثلهم يوم ولادتهم قرأ به عمر وعلي وابو العباس. قالوا إن ولده منها حر لكن يكون عليه قيمته لسيد الأمة، يكون عليه قيمته لسيد الأمة، يقدر كأنه عبد ويثمن فيدفع ثمنه لسيد الأمة. إذا كان سيد الأمة ليس هو الذي غره في ذلك. نعم. وعنه يكفيهم بمثلهم يوم ولادتهم قرأ به عمر وعلي وابو العباس. وعلمه انه خير بين فدائه بمثله او بقيمته لانه لو كان عمر رضي الله عنه يفديه بمثله يعني بعبد، يفديه بمثله يعني بعبد، والروايه الاولى يفديه بقيمته. نعم. وعلمه ليس عليه فداءه لان الولد يلتحق حكم الاصل فلم يضمنه لسيده الامه لانه لا يملك. نعم. صحيح الأول الذي هو أن ولده حر ويفديه بقيمته، هذا هو الصحيح، لأن هذا قضى به الصحابة مثل ما قضى عمر رضي الله عنه. نعم. ولأن الولد لما أن يكون مملوكا فسبيله أن يكون ويرجع بما قريباً من وقيمة الولد على من أمر. نعم. قال ابن مكر كذلك قرى به عمر وعلي وابو العباس. نعم. عنه لا يرجع بالله لأنه وجب عليه في مقابلة نفع في مقابلة يقضي وصل إليه وهو الوقت لم يرجع به، فما لم يحترم لأنها رجبت بحرية الولد وحرية الولد في الولد لا لأبيه. نعم. يعني هل إذا دفع القيمة على الرواية الأولى هل يرجع بها على من غرق أو لا يرجع بشيء؟ على روايتهم، الرواية الأولى أنه يرجع بها على من غرق، والرواية الثانية أنه لا يرجع بشيء لأنه استوفى النفع وهو الوقت، وهذا في مقابل ما استمتع به منها فلا يرجع به على أحد. نعم. مسألة ويقرر بينهما إن لم يكن من يجوز له نكاح الإماء. يفرق بينهما إذا تزوج حر أمة مغرورا بها يظنها حرة، يفرق بينهما لأن العقد باطل، إلا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء وهو من تتوفر فيه الشرطان المذكوران، لا يستطيع الطول ويخاف على نفسه من العنت، فيجوز الاستمرار على العقد لأن الله أباحه له. نعم. لأن تبين أن النكاح فاسد من أصله لعدم حقه. نعم. أو الحرية. وإن كان مما يجوز له ذلك كانت شراء المكتمعة العقل صحيح والزوج خيار بين القسط والمقام على النكاح. نعم. فإن اختار المقام فما ولدت بعد ذلك أخرى فيه فهو رقيق لسيدها لأن المانع لتركه مع الغرور اختطاب الزوج في حريتها فقد زال ذلك بالعلم. نعم. باب المحرمات في النكاح. أي النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ بنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فذكر سبحانه في هذه في هاتين الآيتين المحرمات من النساء، وهن 14 امرأة، منهن من يحرم بالنسب كالبنت والأم والأخت والعمة والخالة، ومنهن من تحرم بسبب الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ومنهن من تحرم بسبب الإصهار كزوجة الإبن وأم الزوجة وزوجة الأب، ومنهن من تحرم بسبب الإحصان وهو أنها في عصمة رجل آخر. والمحصنات من النساء يعني المزوجات التي في عصمة رجل آخر، فلو عقد على امرأة وهي في عصمة غيره العقد باطل، حتى لو عقد عليها في العدة العقد باطل لأنها في عصمة. محصنة يعني مزوج. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذا سبى المسلمون إماء ولهن أزواج انفسخ نكاح الأزواج وصرن مملوكات للمسلمين إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ زواجهن من الكفار، ينفسخ زواجهن من الكفار بالسبي. نعم، هذه جملة يعني المحرمات من النساء. وكذلك في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع، يعني من المحرمات بالسبب أيضا، أو المحرمات من أجل الجمع، الجمع بين الأختين، وهذا بنص الآية الكريمة، فلا يجمع بين الأختين. وجاءت السنة أيضا بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجمع بين امرأة وعمتها في عصمته ولا بين امرأة وخالتها في عصمته، لما في ذلك من التسبب في قطيعة الأرحام، لأن الضرات يكون بينهن غيرة، فتغار من أختها أو من عمتها أو من خالتها، فيحصل بذلك قطيعة الرحم بينهن، فمنع الزواج من أجل ذلك. نعم. وهذا الباب باب عظيم دقيق، لأنه قد يحصل فيه الغلط كثيرا. قد تزوج امرأة من رجل وهي لا تحل له بسبب من الأسباب، إما بسبب رضاع وإما بسبب أنه عقد على أمها سابقا أو عقد على بنتها سابقا، فالباب هذا دقيق، أو عقد عليها وهي في عدة طلاق أو وفاة قبل خروجها من العدة أو غير ذلك، يحصل الغلط في هذا كثيرا. إلا من عنده فطنة وعنده فقه من الذين يتولون العقد ويشرفون عليه، فلذلك يجب على من يتولى عقد النكاح أن يتفقه في هذا الباب لئلا يقع في الغلط ويوجد المشاكل في النكاح. نعم. وعن الله ذكركم الله سبحانه في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه أول واحدة، أمهاتكم. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه، سواء كانت أمه المباشرة أو جدته أو جدة أبيه أو جدة أبي أبيه، لأن يعني كل هذا يدخل في لفظ الأمهات، أمهاته وجداته حرام عليه أن يتزوج بهن. وهذا في جميع الشرائع إلا المجوس، قبحهم الله، فإن المجوس يتزوجون بقريباتهم ببناتهم وبأمهاتهم نعم، هذا من مذهب المجوس. نعم.
حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا قلنا يشمل الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم لأنهن أمهات، ولذلك يكون الحفيد محرما لجدته وإن كانت جدة بعيدة، إنه يكون محرما لها لأنها أمه تدخل في أمهاته. وبناتكم يشمل بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن مهما نزل، ويشمل بنت البنت وبنت بنت البنت مهما نزلت، فإنها بنت له ولو كانت من بنات بناته في الدرجة العاشرة أو من بنات أبنائه في الدرجة العشرين مثلا، كلها يطلق عليها أنها بنت. فالبنت بنت الصلب والحفيدة كلهن من له يدخلن في لفظ البنات. نعم. أخواتكم يشمل الأخوات الشقائق، الأخوات لأب والأخوات لأم. نعم. وعماتكم يشمل العمة أخت الأب، والعمة أخت الجد، وعمة الأم، وعمة أبي الأم إلى آخره، كلهن عمات. عمة أمك عمة لك، عمة أبيك عمة جدك، كلهن عمات لك. نعم. كذلك الخالة وهي أخت الأم من المحرمات، وأخت الجدة أخت الجدة، يعني خالك وخالة أبيك وخالة أمك وخالة جدك من أبيك ومن أمك، كله يدخل في لفظ الخالات. أخوات الأمهات المباشرات وأخوات الجدات من كل جهة كلهن خالات لك. نعم. كذلك بنات الأخ، الأخ شقيق أو لأب أو لأم، سواء كنا بنات لصلبه أو بنات لأولاده أو أولاد أولاده، كلهن يسمين بنات الأخ. نعم. محرمات بسبب النسب، وهو القرابة، لأنهن قريبات لك من النسب، سواء كان نسبهن إلى أبيك أو نسبهن إلى أمك. نعم. هذه الأمهات. نعم. كلهن أمهات لأن لهن ولادة عليه، لهن ولادة عليه إما مباشرة وإما غير مباشرة، فالأم لها عليك ولادة مباشرة، أما الجدة فلها عليك ولادة لكنها غير مباشرة. نعم. كل من انتسب إليك بولادة فهو من بناتك، سواء من صلبك أو من أولادك مهما نزلوا، لأن لك عليهن ولادة وهن بناتك. نعم. 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 وإن نزلت درجتهم كلهم يسمون بنات، بناتكم، يعني سواء كنت أبا لها أو كنت جدا لها من قبل الأب أو من قبل الأم فهي بنتك. نعم. الجهات الثلاث شقيقة أو لأب أو لأم، أختك من الأم أو أختك من الأب أو أختك من أبويك، كلها تدخل في لفظ الأخت. نعم. كذلك العمات، عماتك أخوات أبيك المباشرات أو عمات أبيك أو عمات أمك أو عمات جدك من قبل الأب أو من قبل الأم، كلهن عمات لك. نعم. كذلك
الخالات المباشرات وهن أخوات الأم، والخالات غير المباشرات وهن خالات الأم أو خالات الأب أو خالات الجد أو خالات الجدة، كلهن خالات لك. نعم. نعم، بنات الأخ، كل من انتسب إلى أخيك بولادة، كل من انتسب إلى أخيك بولادة فإنهن بنات أخ، سواء كن بنات صلب أو بنات بنين أو بنات بنات لأخيك مهما نزلنا، فإنهن يطلق عليهن بنات الأخ. نعم. والإناث وهن جنب. نعم. والإناث وهن جنب. إيش؟ نعم، أولاد الأخ الذكور وبنات الأخ الإناث، فأولادهم كلهم يعني بناتهم كلهم بنات أخيك. نعم. كذلك بنات الأخت يشمل بنت الأخت المباشرة بنت الصلب وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت وإن نزلوا، كل من انتسب إلى أختك بولادة قريبة أو بعيدة، من انتسب إلى أختك بولادة قريبة أو بعيدة فإنه يدخل في بنات الأخت، وذلك لأن الله جل وعلا قال يا بني آدم، فسمى آدم أبا لنا مع أنه جد أعلى، مع أنه جد أعلى، فجد فدل على أن الجد يسمى أبا وإن علا. نعم. انتهى المحرمات بالقرابة، حرمات بالمصاهرة يعني بسبب عقد النكاح، مصاهرة يعني عقد النكاح، وهن أربع. نعم. أمهات النسب لقوله، أمهات النسب لقوله سبحانه، وأمهات النساء، أمهات النساء أم امرأتك أو جدتها أو جدة جدتها، كلها تدخل في قوله أمهات نسائكم. نعم. ومن أخذ عن الأمهات أرضى عليك جميع أمهاتها من النسب ما رضع، وإن علمت سواء أخذ المرأة أو لم يدخل بها لعموم اللحم فيهن. نعم، أمهات نسائكم يشمل أمها بالرضاع ويشمل أمها بالنسب وأمها بالرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك كأمها من النسب، كذلك جدتها من النسب وجدتها من الرضاع حرام عليك وإن علونا، كلهن من أمهات نسائك، فجداتها من قبل أبيها أو من قبل أمها كلهن يدخلن في أمهات نسائكم. نعم. يعني أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد ولو لم تدخل بالبنت، مجرد ما تعقد على البنت تحرم عليك الأم والجدة جدتها، حتى لو طلقتها قبل الدخول ما دمت عقدت على بنتها حرمت عليك تحريما مؤبدا، لقوله تعالى وأمهات نسائكم ولم يشترط الدخول، فتحرم بمجرد العقد على بنتها. نعم. زوجات أبيك المباشر حرام عليك، فلو طلق أبوك إحدى زوجاته لم يجوز لك أن تتزوجها،
سواء كان أباك المباشر أو كان جدك من قبل الأب أو من قبل الأم. زوجات الأجداد حرام على الأحفاد مهما علوا، لأنهن يدخلن في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. الذي سلف في الجاهلية قبل نزول التحريم يعفو الله عنه، أما بعد نزول الآية فمن فعل هذا واستحله فإنه يكون كافرا. من تزوج زوجة أبيه واستحل هذا فإنه يكون كافرا، أما إن كان جاهلا فالنكاح باطل ويدرى عنه الحد. نعم. يعني في الجاهلية قبل التحريم. نعم. سواء دخل الأب بالتي عقد عليها أو لم يدخل لعموم الآية، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والمراد بالنكاح هنا العقد، مراد بالنكاح هنا العقد لا يشترط الدخول. وعرفنا أن الأب يشمل الأب والجد من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم. أما أن تتزوج بنت زوجة أبيك أو بنت زوجة جدك فلا في مانع، يعني بنت زوجة أبيك من غيره أو بنت زوجة جدك من غيره ما في مانع تزوجها أنت، لأنها داخلة في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما لم يذكر في هذه الأصناف. نعم. الثالث من المحرمات بالصهر حلائل الأبناء، يعني زوجات الأبناء سواء كانوا أبناء من النسب أو أبناء من الرضاع، وسواء كانوا أبناء صلب أو أبناء بنين أو أبناء بنات، ومهما نزلوا فزوجاتهم حرام على آبائهم وأجدادهم لعموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم. وقوله الذين من أصلابكم يخرج أبناء التبني، لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنون الأجانب ويجعلونهم أبناء لهم، يسمون هذا التبني. هذا أبطله الإسلام، أبطل الإسلام التبني كما في سورة الأحزاب في قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فأبطل الله التبني الذي كان موجودا في الجاهلية. فقوله تعالى هنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يخرج أبناء التبني، لأن التبني باطل. فلا مانع أن يتزوج لا مانع أن يتزوج الإنسان زوجة الدعي الذي تبناه لأنه أجنبي منه. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وقد تزوجها زيد بن حارثة، وكانوا يزعمون أنه ابن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة مولية مولاه زيد بن حارثة هذا إبطال للتبني، وبيان أنه لم يدخل في هذه الآية حلائل أبنائكم. نعم. وأما الإبن من الرضاع فإنه يدخل في الآية لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن زوجة ابنك من النسب تحرم عليك فكذلك زوجة ابنك من الرضاع تحرم عليك بدليل هذا الحديث. نعم. وإن سفلوا يعني نزل نسبهم كأولاد بني البنين وبني البنات مهما نزل. نعم. بقوله سبحانه وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم
نعم، تحرم حليلة الابن بمجرد عقد الابن عليها ولو لم يدخل بها، لو طلقها قبل الدخول لم تحل لوالده ولا لجده من قبل أبيه ولا من قبل أمه، كل أجداده لعموم الآية وحلائل أبنائكم، ولم يشترط الدخول. نعم. الرابعة من المحرمات بالصهر الربائب، وهن بنات الزوجات من غيره، سميت ربيبة لأنها في الغالب تتربى عنده، في الغالب قد تتربى عند غيره، فالربيبة هي بنت الزوجة، فلا يجوز لزوج الأم أن يتزوج بنتها من غيره، لكن بشرط أن يكون دخل بأمها، فلو عقد على أمها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج بنتها، أما إذا دخل بها فإنها تحرم عليه البنت، لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد للربيبة، هذا قيد لتحريم الربيبة وهو حصول الدخول على أمها. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني في كفالتكم، هذا في الغالب ليس قيدا، قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا عند الجمهور، فإنها تحرم عليه إذا دخل بأمها ولو لم تكن في حجره، لو كانت في كفالة غيره ولم يرها أبدا تحرم عليه، ما دام دخل بأمها تحرم عليه ولو لم يرها أبدا، فقوله اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له، وإنما هو من باب الأغلب فقط. نعم. مسألة، هذه قاعدة عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في كل ما ذكر، فكل امرأة تحرم بالنسب فإنها تحرم أيضا بالرضاع، فالأم من النسب تحرم، الأم من الرضاع تحرم، البنت من النسب تحرم، البنت من الرضاع تحرم، وكذلك بنت الأخ من النسب تحرم، بنت الأخ من الرضاع تحرم، بنت الزوجة من النسب تحرم وهي الربيبة، بنتها من الرضاع تحرم، وهكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرها بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم. نص الله على صنفين، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البقية فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا ضممت الآية للحديث تبين أن كل من حرمت بالنسب حرمت بالرضاع. نعم. وقسم عليهما سائر المحرمات في النسب، وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. مسألة، وبنات المحرمات محرمات بتناول التحريم لهن، فالأمهات يحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات. نعم. والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات، هذا سبق. نعم. وكذلك بنات الأخوات لأنهن بنات الأخوة. مسألة، إلا بنات العمات والخالات. نعم. يجوز لك أن تتزوج بنت عمتك وبنت خالتك، والله جل وعلا يقول للنبي وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك، هذا من جملة الحلال. نعم. مسألة، إلا بنات العمات والخالات فإنهم لا يحرمن بالإجماع لأنهم لم يحرمن بالتحريم ويدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما
ما وراء ذلك يعني غير ذلك، غير ما ذكر. نعم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع لأمته إلا بدليل على التخصيص به صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم، أمهات بنات أمهات النساء حلال إلا في مسألة الجمع، فلا يجوز أن تجمع بين الأختين. أما لو طلقت واحدة جاز لك أن تتزوج الأخرى بعد خروج أختها من العدة، بعد خروج أختها من العدة لزوال المحذور، لأن الله إنما حرم الجمع بين الأختين ولم يحرم تزوج كل واحدة على حدة. نعم. فيجوز لك أن تتزوج بنت زوجة أبيك، ويجوز لك أن تتزوج بنت زوجة ابنك من غيره. لو تزوج ابنك امرأة ولها بنت من غيره جاز لك أن تتزوجها، لو تزوج أبوك امرأة ولها بنت من زوج قبله لا مانع أن تتزوج بنتها، أنت تكون الأم مع الابن والبنت مع تكون الأم مع الابن والبنت مع الأب، ما في مانع، أو بالعكس تكون الأم مع الأب والبنت مع الابن، ما في مانع. نعم. الأم كل من لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، هذه القاعدة، كل من لها عليك ولادة مباشرة أو ولادة غير مباشرة يشمل الجدات، لأن لهن عليك ولادة غير مباشرة. نعم. تغني عنه الآية، هالكلام لا تغني عنه الآية، الآية جمعت وأوعت. نعم. إلا إيش؟ نعم. ما هي إشكال هذا؟ نعم. هذا سبق. نعم. من وطئ امرأة حرمت عليه أمها، حرمت عليه بنتها بالحلال يعني بالزواج، هذا سبق، أو بالحرام كان زنا بها والعياذ بالله، هذا محل خلاف، إذا زنى بالمرأة فهل تحرم عليه أمها أو تحرم عليه بنتها،
هذا محل خلاف، والصحيح أنها لا تحرم، لأن الحرام لا يحرم الحلال، حرام لا يحرم الحلال. والله إنما ذكر ما حصل عن عقد وعن نكاح، عن نكاح شرعي. أما الزنا فإنه غير معترف به، وهو نكاح غير شرعي، حرام ويترتب عليه الحد، فلا يترتب عليه تحريم قريبات المزني بها. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أن الحرام لا يحرم الحلال، لكن الزنا له حكمه، له حكمه، يعني يرجم الزاني إن كان محصنا أو يجلد إن كان بكرا. وأما أنه ترتب عليه تحريم قريبات المزني بها عليه فهذا لا دليل عليه. نعم. لكنه غير مراد بالآية، المراد بالآية العقد، ليس المراد به الوطء. نعم. يحرم الجمع بين الأختين، شقيقتين أو لأب أو لأم، أختين من نسب أو من رضاع، لعموم الآية الكريمة، وأن تجمعوا بين الأختين، حرم الجمع بينهما مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين العمة والخالة، فإذا ضممتها إلى ما ذكر في الآية صار الجمع، التحريم بالجمع يتناول أصنافا ثلاثة: الجمع بين الأختين هذا بنص الآية، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها، كل هذا حرام. نعم. والحكمة والله أعلم أن هذا مظنة قطيعة الرحم، لأن النساء الضرائر يكون بينهن غيرة من بعضهن، يسبب هذا التقاطع بينهن والعداوة بينهن، والشرع المطهر يريد صلة الأرحام ويريد التقارب وعدم التنافر ويريد المحبة بين المؤمنين، فقطع الوسيلة التي تسبب زوال هذا المقصود الشرعي وهو الصلة والمحبة. نعم. والائتلاف. نعم. نعم. يعني العمة القريبة والعمة البعيدة، والخالة القريبة والخالة البعيدة، لا يجوز الجمع بينهما. نعم. نعم. ولأن المحرمية بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. هذا نوع آخر من المحرمات، وهو الزيادة على أربع،
وهذا يؤخذ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فآخر حد وأعلى حد إلى أربع. وكانوا في الجاهلية يتزوجون بلا حد، يتزوجون النساء الكثيرات، فلما جاء الإسلام حدد لهم أربع وأبطل ما كان في الجاهلية من الزيادة على الأربع. فالزائدة على الأربع حرام، تضمها إلى الأصناف التي سبقت. نعم، الزيادة نكاح الخامسة وما بعدها حرام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أباح له أن يزيد على الأربع، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم وفي عصمته تسع من النساء، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. غيلان لما أسلم عنده عشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد له أربع منهن وقال اختر أربع وفارق البقية، وهذا إبطال لما كان الأمر عليه في الجاهلية من الزيادة على أربع. نعم. أما العبد فإنه على النصف من الحر، العبد المملوك، يعني مراد بالعبد هنا المملوك. المملوك لا يتزوج أكثر من ثنتين لأنه على النصف من الحر، فإذا جاز للحر أن يتزوج أربعا جاز للعبد أن يتزوج اثنتين ولا يزيد عليهما. نعم. فهذا الدليل، دليل إجماع الصحابة على أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، ولأن الله جعل العبد على النصف من الحر في الحد، عينتين بفاحشة يعني الإماء المزوجات، عينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني من الحد. نعم. إذا عقد على الأختين بعقد واحد، أو على المرأة وعمتها، أو على المرأة وخالتها بعقد واحد، بطل العقد في حق الجميع. أما إذا عقد عليهما متفرقا بطل العقد في حق المتأخرة وصح في المتقدمة. لو عقد على الواحدة مثلا الظهر وعقد على الثانية المغرب، قلنا يصح التي عقد عليها الظهر، وأما المتأخرة فهي باطلة، عقدها باطل. نعم. مسألة، فإن جمع بين من لا يجوز جلب ظنه في عقد واحد فسد، لأن إحداهما ليست أولى في بطلان من الأخرى. مسألة، إذا عقد عليهما عقدا واحدا بطل في حق الثنتين، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فيبطل في حقهما، بخلاف ما إذا اختلف العقد بالأقدمية والتأخر فإن المقدمة عقدها صحيح، وأما المتأخرة فعقدها باطل. نعم. مسألة، وإن كان في عقدين لم يصح أحكامهما لأن خص بالجمع. نعم. لأن الجمع إنما تحقق بالعقد على الثانية فيكون باطلا. نعم. مسألة، ولو أسلم الكافر إذا أسلم الكافر وتحته أختان فإنه يخير بينهما ولا يقر على ترك الثنتين معه. نعم. لما رضحاته في الغزو أن أبيه قال قلت يا رسول الله
عقود الكفار صحيحة يقرون عليها ما تعرضنا. إذا أسلم الرجل ومعه امرأة تزوجها وهو كافر العقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعرض لعقود المسلمين، لم يكن يتعرض لعقود الكفار إذا أسلموا. قد قال الله تعالى امرأة فرعون سماها امرأة له وهو كافر، وقال في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب سماها امرأة له وهو كافر. فعقود الكفار صحيحة إلا إذا كانت مخالفة للشرع، فإنها تعدل عند الإسلام، إذا أسلموا تعدل عقودهم. أما إذا كانت عقودهم لا تختلف مع الإسلام فإنهم يقرون عليها. نعم. ولا نسألهم ولا نتعرض لي كيف تزوجت وكيف تم العقد، ما نتعرض لهذا. الأصل السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض إلا لمن كان يخالف الإسلام، مثل اللي عنده عشر مثل غيلان، أو اللي عنده أختين جمع بينهما، هذا لا يقره الإسلام. نعم. مسألة، وإن كانت أمه بنتها ولم يحل بالأم فسلمت. نعم. مسألة، وإن كانت أمه بنتها ولم يحل بالأم فسد نكاحها وحدها، لأنها أم زوجته فتحكم بقوله سبحانه وأمهات نسائكم فتدخل في عموم الآية. يعني لو عقد على أم ثم عقد على بنتها بطل عقد الأم، لأنها صارت أما لزوجته، ولا يحرم عقد البنت. نعم. وإن كانت دخل بها فسد نكاح الأم وحرمتها على التأبيد. أما إن كان دخل بالأم حرم نكاح الأم والبنت جميعا. نعم. لأن الأم أم زوجته والبنت بنت زوجته التي دخل بها، ينطبق عليه الحكم في الآيتين الكريمتين أمهات نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فحصل المانع في الثنتين. نعم. وإن كانت قد دخل بها سأل أذان وإن كانت قد دخل بها فسد نكاحها وحرمت على التأبيد، الأم لأنها أم زوجته والبنت لأنها عظيمته من زوجته التي دخل بها. نعم، حرمت على التأبيد، يعني لا يجوز أن يتزوجها أبدا، لأن التحريم على قسمين كما يأتي، تحريم على التأبيد وتحريم على التأميد إلى أمد فقط، مثل الجمع بين الأختين هذا إلى أمد، ما هو على التأبيد، حيث إذا طلق واحدة جاز له أن يتزوج الأخرى، هذا إلى أمد. أما أم الزوجة هذا على التأبيد، والربيبة التي دخل بأمها أيضا تحرم عليه على التأبيد. نعم. يكفي. نعم. هل الحكمة معروفة بتحريم نكاح امرأة النساء وحلال الأبناء ولو لم يدخل بهن بل عقد فقط؟ الله أعلم، الله أعلم، لم يذكروا في هذا تعليلا. نعم، لكن يكفي النص، إذا نص الله على ذلك يكفي، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. نعم. قالت عمي ولكنها ليست خالة أبي، فتعرف أمك وما السبب؟ إذا كانت خالة عمك من أمه من الأم فلا تحرم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل
أن يتزوج امرأة أم زوجته إذا طلقها أم زوجته فرضت عنها. ضرت أم زوجته لا بأس، لا مانع من ذلك لأنها أجنبية منه. نعم. العقد صحيح لا يؤثر عليه زناه بامرأة أخرى، العقد السابق صحيح إذا توافرت شروطه، أما الزنا فيترتب عليه حكمه، رتب عليه حكمه، لكن لا يبطل عقده على امرأة أخرى. إنما الخلاف فيما إذا كانت المرأة التي عقد عليها سابقاً قريبة للمزني بها، أمها أو بنتها، هذه محل الخلاف. أما إذا كانت ليس لها قرابة بزوجته التي عقد عليها فالزنا له حكمه والعقد له حكمه أيضاً. نعم. الإحسان إنما يحصل بالوطأ، الإحسان إنما يحصل بالوطأ، أما مجرد العقد بدون وطأ فليس إحسانا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الاستمرار في عقد النكاح الذي تم بدون ولي النكاح، وما حكم الآثار من فرض على استمرار هذا الزواج من المعاشرة والأولاد؟ لا يجوز الاستمرار على العقد الذي تم بدون ولي لأنه نكاح فاسد، فيجب أن يجدد العقد بولي، يجدد العقد بينهما بولي. أما أولاده منها بالعقد السابق فهم يلحقون به لأنه وطئ بشبهة، وطئ بشبهة يلحقون به، ولكن لا بد من تجديد العقد وتصحيحه من جديد. نعم. ما دام طلقت في المحكمة طلاقها صحيح، زواجها من الثاني صحيح، ولا علاقة للأول بها لأن عقده عليها انتهى بحكم المحكمة. نعم. لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن تظهر ذراعيها أو ساقيها عند محارمها لأن هذا يسبب الفتنة، يسبب الفتنة، ولأنه لا داعي لكشف الذراعين والساقين، لا داعي لها، إنما تكشف عن كفيها لحاجتها إلى ذلك، تكشف عن وجهها وعن رأسها عند محارمها، هذا جرت العادة بكشفه عند المحارم. أما الزيادة على ما لم تجري العادة بكشفه فإنه لا يجوز، مش الداعي له، ويسبب فتنة أيضا. نعم. قد يفتتن بها ولو كان من محارمها، قد يفتتن بها خصوصا إذا كانت شابة وجميلة، قد يفتتن بها بعض الناس ولو كان قريبا له ومن محارمها. نعم. قضية الشيخ الذي تزوج خمس نساء، هل يخير في ترك إحداهن أو تفسح البقيه منهن؟ هذا في الكفر، إذا تزوج خمس نساء في ملة الكفر ثم أسلم يخير بين أربع منهن، يختار أربع منهن. أما في الإسلام فإذا عقد على الخامسة فالعقد باطل، إذا عقد على الخامسة في الإسلام العقد باطل، الخامسة عقدها باطل. نعم. لا يخير بينهم بل يكون عقده على الخامسة باطلا، فرق بينهم. نعم. نعم. إذا دخل على الخامسة يعد زنا، يعد دخوله بها زنا لأنه نكاح باطل، والوطء بنكاح باطل يكون زنا. ها؟ يجهلوه في وسط المسلمين، يجهلوه في وسط المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، فقالت جميع
مقدار كفارة اليمين كما قال الله تعالى: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كل مسكين له نصف صاع بمقدار كيلو نصف، يعني 15 كيلو، يوزعها على 10 فقراء، لكل فقير كيلو نصف، هذا هو المقدار. ويجوز أن يدفع دراهم لمن يشتري طعاماً ويوزعه نيابة عنه إذا كان يثق بالوكيل، إذا كان يثق بالوكيل أنه ينفذ ويشتري طعام بالمقدار المعروف ويوزعه على الفقراء جاز التوكيل. أما الجمعية، الجمعية من المسؤول فيها؟ جمعية ما تدري من، جماعة من الناس ما تدري من الذي تولى هذا الشيء، ولا لازم يكون الوكيل معين تعرفه وتعمده لذلك. أما مجرد جمعية وأنت ما تدري من اللي تولى هذا الشيء، هذا لا يجوز، هذا من الإهمال. نعم. تجزي عن واحد، يبقى 9. إذا أعطاها كلها مسكين واحد يكون أجزى عن واحد وباقي 9. نعم. إذا أعطاها يشفى 10 أيام. ما يصلح يرددها عليه 10 أيام على واحد. الله جل وعلا قال 10 مساكين، فلا بد من التقيد بها، فهذا إنما أطعم مسكينا واحدا. نعم. 5 كفارات كذا، 10 مساكين، 10 مساكين ما في معنى، يعني تدفع عدة كفارات 10 مساكين ما يخالف. نعم. خلاف موجود، لكن الصحيح أن الفخذ عورة بالنسبة للرجل، صحيح أن الفخذ بالنسبة للرجل عورة، أما المرأة فكلها عورة، أما الرجل فعورته ما بين السرة إلى الركبة، فيكون الفخذ بل الركبة داخلة في العورة، هذا هو الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبرز، قال لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، الفخذ من العورة. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.